تحفه، الجليتر ده تحفه. هستخدم فاونديشن ميبلين سوبر ستاي وهخلط معاه نقطه من سيرم لوريال. بحب ارج الفاونديشن كويس جدا الاول. كميه الفاونديشن اللي خدتها تعتبر قليله عشان مش بحب احط كتير على وشي، بالذات لما تكون تخطيطه عالي زي النوع ده كده. فاونديشن ده من النوع اللي بيأكسد شويه، عشان كده استخدمته النهارده، لاني دايما بحب استخدم فاونديشن يكون اغمق شويه في اي مناسبه او كده، وبيحتاج كمان ان هو يندمج بسرعه لان هو بينشف بسرعه. يعتبر من الانواع الدراج ستور اللي تخطيطها عاليه جدا، يعني شايفين تخطيطه ده، وانا حاطه معايا نقطه سيرم، تخيلوا كمان لو مش حاطه. بس انا دايما لما بستخدمه بحب احط معايا نقطه سيرم او نقطه كريم علشان يخلي شكله طبيعي اكتر شويه، لان هو تخطيطه عالي قوي وبيبان ان انت حاطه فاونديشن، فانا بحب الشكل ده بصراحه. وهستخدم دلوقتي كونسيلر لوريال وهخلط معايا نقطه من نفس السيرم. هاخد كده نقطة صغيرة واحط عليها نقطة سيرم. هحاول ابص لفوق كده عشان اوصل لكل مناطق الهالات تبقى واضحة. الكونسيلر ده كمان من الانواع اللي بتحتاج تندمج بسرعة، لانه برضه تخطيطه تعتبر تقيلة وبينشف بسرعة، نفس الفاونديشن بالظبط. احط هنا شوية كمان وشوية حوالين بقي وشوية هنا، وبعد ما ادمجه الباقي على الفرشه هحطه فوق عيني. احاول ان انا اخف ايدي بسرعه. وده شكل الفاونديشن والكونسيلر بعد ما اندمجوا. حبيت ان انا اركز لكم على البيز النهارده عشان بتجيلي اسئله كتيره جدا من البنات عايزين فاونديشن وكونسيلر يكونوا دراج ستور اسعارهم كويسه ومناسبه، وفي نفس الوقت تكون تخطيطهم عاليه وينفعوا للمناسبات. الفاونديشن ده من ميبلين من احلى انواع اللي انا جربتها، بس خلوا بالكم ان هو بيتاكسد شويه، وهتلاحظوا ده لو رجعتوا لاول الفيديو. دلوقتي الفكره بقى اللي جات لي النهارده ان انا حابه استخدم باليت واحده اخلص بيها الحواجب وميك اب العين واكمل بيها بقيه ميك اب الوش، ونشوف كده النتيجه هتطلع عامله ازاي. فهوريكم الباليت اللي انا قررت استخدمها ونجرب كده مع بعض. دي اهي الباليت اللي قررت اكمل بيها ميك اب النهارده من ناكس، وده شكلها من جوه. هدمج الاول اي خطوط اتكونت، وعلشان تضمنوا ان انتوا دامجين كل الخطوط يفضل ان انتوا تبقوا باصين لفوق زي كده، عشان في خطوط بتبقى متكونه هنا لو بصيتوا ستريت او بصيتوا على تحت مش هيبانوا، فخليكوا باصين على فوق كده كل الخطوط هتبان. هخلط دلوقتي التو باودرز دول وهثبت تحت عيني. ثبت تحت عيني كويس، تصدقوا نتيجتها حلوه جدا. بصوا ثبتت حلوه قوي ونورت حاجه بسيطه، يعني هي ليها كفرج خفيفه قوي. ثبت كمان المناطق اللي بتزايد في وشي، منطقه التي زون، المنطقه دي بالذات عندي اللي جنب المناخير دي مصنع زيت، وهنا هنا دايما بيلمع، ايا عملت دايما المنطقه دي عندي بتلمع. ثبت كده بطريقه الطبطبه عشان ما اشيلش الفاونديشن والكونسيلر. هحاول اختار شيد من الغامقين تنفع ان انا ارسم بيها حواجبي، اشوف اذا كنا فعلا هنقدر نعمل ميك اب كامل بباليت واحده ولا لا. هشوف كده اغمق درجه فيهم وهرسم بيها حواجبي. الدرجه اللي اخترتها هي اغمق درجه فيهم والوحيده اللي حسيتها ممكن تكون مناسبه للحواجب. هحاول ان انا اظبط الدنيا كده واخلي اللون يظبط على حواجبي، يعني انا مش حاساه وحش قوي بس هو يمكن على اورنج شويه، لان انا كمان حواجبي غامقه قوي فحاسه اللون يمكن مش ظابط عليها قوي يعني، فاهمين؟ بصوا كده الفرق. اخلص بقى الحاجب التاني واجي لكم. نتيجة اهي، مش احسن حاجة بس يعني ها ماشي حالها، هي اغمق درجة في الباليت الوحيدة اللي تمشي مع لون حواجبي، بس هي للأسف على اورنج شوية زي ما انتم شايفين، بس يعني ها هنمشي حالنا بيها النهاردة عشان الفيديو. الفرشة اللي انا حطيت بيها الكونسيلر تحت عيني بالبواقي بس اللي عليها هنضف حوالين الحاجة. ركزوا بقى معايا في الحركة دي لانها بتدي ايحاء ان الحاجبين قريبين قوي من شكل بعض. هتسحبوا خط كده من تحت ومن فوق بنفس الطريقة، بعد كده تدمجوا الخطوط وبس. الخطوة اللي بعد كده هاخد من نفس الباودر بفرشة فلات صغيرة. هثبت الكونسيلر اللي حطيته فوق بنفس الباودر. انا طبعا ثبته من شوية بس عما اتكلمت معاكم كان كون شوية خطوط فرجعت دمجتهم واحط باودر تاني. وهثبت كمان الكونسيلر اللي نظفت بيه حوالين حواجبي بنفس الباودر. ما تنسوش كمان تحطوها هنا عشان لما نيجي نحط هايلايتر كمان شويه تبقى المنطقه دي نظيفه. استخدم دلوقتي الدرجه دي وهي افتح واحده في درجات الكونتور بفرشه دمج از ترانزيشن كلر. استخدم الدرجه دي بس كلون انتقالي عشان كده اخترت افتح درجه فيهم. واخدين بالكم انا بحط اللون فين؟ هنا في المنطقه دي، وما تنسوش الجزء ده بس بلاش تاخده بالفرشه وتحطه هنا على طول. انا دايما بقول المعلومه دي، ابداوا من بره ولما اللون يبدا يخف اسحبوه على جوه. حطوا بالكم من الفرق. نحاول نحرك الفرشه شويه بره عشان اللون يخف وبعدين نبدا نسحبه على جوه بالشكل ده. خدت نفس الدرجه بنسل براش وهحطها تحت هنا كده تحت خط الرموش.
شايفين الفرق اللي بتديه على طول اول ما بتحطوا بس لون خفيف قوي تحت كده؟ حاولوا ايديكم تبقى خفيفه وتستخدموا الوان فاتحه لو مش متعودين تحطوا شادو تحت العين، وبلاش الفرشه تبقى كبيره قوي، وبلاش الالوان تبقى غامقه لحد بس ما تتمرنوا وايديكم تاخد على الحركه دي واحده واحده. بعد كده هياخد اغمق درجه اللي استخدمتها على حواجبي بفرشه يكون ليها بوس شويه. اللي هنعمله في الخطوه دي ان احنا بس هنحط اللون مش هندمجه، بس بركزوا على التلت الاخير. ومش محتاجه اقول لكم ان انتوا لازم تنفضوا الفرشه من اللون الزياده بالذات مع الالوان الغامقه. نقطة مهمة بس نسيت اقول لكم عليها، اللون ما تحطوش هنا بس، شايفين بداية كسرة الجفن هتحطوا عليها كمان، يعني هتحطوا اللون هنا وتسحبوه شوية على كسرة الجفن من بره، ما تسحبوش على جوه، من بره بس كده. حطوا برضو على التلت الاخير وما تنسوش بداية الكسرة. بعد كده استخدموا اي فرشة دمج نظيفة عندكم، لو ما عندكوش كذا فرشة استخدموا نفس الفرشة اللي حطيتوا بيها اللون الفاتح بس امسحوها في كلينكس الاول. بصوا حركة الفرشة، بندمج بس طرف اللون، حاولوا ان انتوا ما تدمجوش اللون نفسه، ادمجوا بس الطرف عشان اللون نفسه يفضل قوي معاكم. بعد كده هاخد درجه بني وسط واستخدمها على كسره الجفن، ركزها بس على كسره الجفن هنا كده. بصوا الفرق اللي اديته للعين. ارجع اخد نفس درجتين الباودر بنفس الفرشه الفلات وهفتح بدايه العين. الكاميرا فصلت فقلت استغل الوقت ده في حاجه مفيده ورحت ثبتت حواجبي. دلوقتي هاخد نفس الباودر وهفتح بس بدايه العين. حبيت اخلي ميك اب العين يبان جريء اكتر فرسمت كحل اسود وعملت الخطوه دي اوف كاميرا عشان مش بعرف ارسم كحل وانا بصور. استخدمت كحل اسود جوه عيني وخدت نفس درجه اللون البني اللي رسمت بيها حواجبي اللي هي اغمق درجه على بنسل بروش، وجيت رسمت خط قريب قوي من خط الرموش علشان يثبت لي الكحل اكتر ويمنعه من ان هو يسيح. خدتوا بالكم الخطوتين دول بس فرقوا ازاي في شكل الميك اب؟ خلوه اجرأ وينفع للمناسبات اكتر. وهحط دلوقتي شويه ماسكارا، هحاول برده ان انا اركزها على طرف العين علشان تسحبه اكتر. بصوا بقى فرق العينين، تحسوا ان دي اتسحبت شويه اكتر. هستخدم دلوقتي سبونج الميك اب اللي بتيجي مثلثه كده، دي موجوده في كل حته عشان اعمل بيها كونتورنج، دي اول مره هعمل كونتور بسبونج. لما بيطلع تقيل سهل قوي ان انت تعدليه لو بتستخدمي سبونج زي دي. انا بحط بالناحيه دي وبدمج بالناحيه الثانيه، تحت عظمه الخد وبتدمجه على فوق. بصوا فرق الخدين من بعض، اعمل كونتور خفيف لمناخيري، سهل قوي بجد في الاستخدام. طلع الخط مظبوط، حط شويه كمان هنا تبان الشفايف يعني اكبر شويه. وهستخدم دلوقتي كاتريس بلاش بوكس، دي بقى شويه لون للخدود كده ونبينها. يا البلاشر ده اكتر حاجه بتفرق في الشكل بالنسبه لي، بغض النظر يعني عن الفول ميك اب اللي احنا عاملينه، بس بجد انا من محبي البلاشر جدا، يعني ممكن ما احطش اي حاجه بس احط بلاشر. بالنسبه لللبستك بقى فانا في درجه كده في بالي حابه اوصلها، هحاول كده اظبطها بدرجتين عندي ونشوف هتظبط ولا لا. استخدم اول حاجه ليب لاينر لونه بني، واخيرا هستخدم درجه تانية من اللبستكس بتاعت اماندا غير رقم 17، درجه دي رقمها 1، هتشوفوا دلوقتي شكلها عامل ازاي. طبقوا الميك اب لحد الخطوه دي للبنات اللي عايزه ميك اب يكون هادي. استخدم دلوقتي نفس الدرجه اللي رسمت بيها حواجبي وهوصل بيها بدايه العين مع الرموش، خط رفيع قوي يوصل بس بدايه العين بالرموش. الحركه دي بقى انا بحبها جدا، بتفرق قوي في شكل الميك اب. هستخدم شويه جولد جليتر على اول العين من تحت، حط بس حاجه بسيطه في بدايه العين، شايفين الفرق؟ خلى الميك اب سواري جدا، ممكن كمان تحطوا منه شويه على بدايه العين بيدي شكل تحفه. شويه تحفه الجليتر ده، تحفه. صحيح استنى انا ما وريتهولكوش، وده الجليتر اللي استخدمته من كاركتر. اخر خطوه بقى عشان نبقى استخدمنا كل حاجه في الباليت، هستخدم الهايلايتر ده ونشوف هيطلع عامل ازاي. هستخدم شويه عند مدمع العين بس انا مش حاسه بفرق، انتوا حاسين بفرق؟ بس دي لمعه خفيفه قوي، الله احسن من مفيش. بصوا وضح على الخدود، غريبه دي، امال ما بانش ليه عند المدمع؟ ولا بان وانا اللي مش شايفه؟ بس انا تعبت قوي بصراحه، والله لمعته حلوه تصدقوا، خفيفه كده. كده استخدمنا كل حاجه من الباليت دي، فاللي عنده نفس الباليت يقدر يعمل نفس الميك اب بمنتهى السهوله. ده شكل الميك اب من قريب، حابه جدا اعرف رايكم فيه. وبس بكده يكون خلص فيديو النهارده، اتمنى الميك اب يكون عجبكم وتكون خطواته واضحه وسهله وتعرفوا فعلا تطبقوه. لو في اي خطوه مش واضحه او عندكم اي سؤال سيبهولي في الكومنتس تحت الفيديو، ان شاء الله هرد على الكل في اسرع وقت. واشوفكم ان شاء الله يا رب الف خير الفيديو الجاي. باي باي.